عايزين بقى دلوقتي نعرفكم على حاجة جديدة في حلقتنا النهاردة، ودي الفقرة الثالثة أو الجزء الثالث. على فكرة الفقرة دي هدفها إنكم تعرفوا حاجات كتيرة قوي موجودة في بلدنا بتقدم خدمات، بس قطاع عريض جدا من الناس ما يعرفوش عنها حاجة، زي اللي هنعرضه على حضراتكم دلوقتي في مكان جميل جدا اسمه بيت الشمس، ومكان تاني اسمه مركز علاج المراهقين، والمكانين دول موجودين في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية. تعالوا كده نروح نشوف المكانين دول بيقدموا خدمات من أي نوع، ونرجع تاني نعلق على هذا الأمر. بيت الشمس، ممكن ما تكونش سمعت الاسم ده قبل كده. هو مش مجرد اسم جميل بيوحي بالبهجة والأمل، هنا هتلاقي بيوت كتيرة عايشة بالأمل، وهتعرف إن مرض التوحد ممكن ما يبقاش شبح بيهدد حياة الطفل. الطفل بيجي الأول بيدخل على العيادة الخارجية في عيادة الأطفال نفسها، بيتم تشخيصه هل هو توحد أو هو لأ، الأم مش عارفة التشخيص. وانس إن الطفل اتشخص إن هو توحد بيبدأ يجي لعيادة التوحد. أول ما بيجي عيادة التوحد بنشوف هو سنه إيه، وعلى أساس سنه نبدأ نشوف هو هيحتاج أنهي خدمة بتقدمها الوحدة عندنا. لو الأطفال اللي هي سنها ما قبل دخول المدرسة، فالطفل بيدخل وحدة الرعاية النهارية. وحدة الرعاية النهارية دي فيها جلسات تنمية مهارات، فيها جلسات تخاطب، فيها تكامل حسي، فيها جروبات سلوك اجتماعي عشان الأطفال التوحد بيبقى عندهم مشكلة في التواصل الاجتماعي، بيبقى فيها جروبات للرعاية الذاتية إن الطفل يتعلم أصلاً الرعاية الذاتية بتاعته، فيها جروبات لعب حر وسلوك اجتماعي. الطفل اللي أكبر من كده بيبقى على حسب، لو هو مكانه بعيد أو سنه كبير أكتر من الست سنين بكتير، فإحنا بنحطه في حاجة اسمها متابعة شهرية. متابعة شهرية إن الطفل بيجي مرة في الشهر بيتقيم وبيتحط له خطة، والخطة دي بنعلمها للأم. في أم بتجيب ابنها عند مثلا سنة إن هي بس مجرد حست إن هو أول ما بدأ يتكلم ما اتكلمش ومش بيبص لها، فدي أم واعية جدا. التوحد مرض نمائي بيظهر أثناء النمو، بمعنى إن في مهارات بتكتسب أثناء النمو طفل التوحد ما بيكتسبهاش. جا منين؟ احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. الحاجه الاكيده في الدراسات هي الوراثه، ان في جين، بس الجين ده مش وراثي، يعني مش معنى ان الجين ده، طب هو يا ترى ايه الجين؟ لغايه دلوقتي مش معروف. بس طبعا كون ان في فرد في العيله عنده توحد بيعلي نسبه ان يجي افراد تانيه في العيله عندها توحد. يعني انا عندي برنامج بشتغل بيه اللي هو برنامج السلوك اللفظي، البرنامج ده بفصله على كل طفل، يعني ما اقدرش اقول لك مثلا ان الخطه ايه مثلا هتمشي لطفل A B C D، لا، الطفل أحمد هياخد الخطة A مثلا، طفل تاني هياخد خطة B، كل طفل بيتفصل له خطة حسب المهارات المفقودة بتاعته. ساجي ابني عمره 5 سنين وشهرين، كان عمره 2 سنين كده، وابتديت ألاحظ عليه متلازمة كده، إن هو مثلاً بيضحك مع نفسه، بيرفرف، بيعمل حركات لا إرادية، مش نموه مش زي الأطفال، يعني من بداية ولادته مش زي الأطفال، بيزحف متأخر، بيمشي متأخر، استيعابه قليل. بعدها حصل لنا حادثة، حالته سائد جداً، يعني فقدنا باباه وكده في الحادثة، وحالته هو كان في الحادثة، حالته سائد جداً جداً بعد الموضوع ده. فتوجهت بيها أنا وابني للمستشفى، وكشفت في العياده يعني، وتشخص اوتيزم. يعني بقالنا فتره كبيره بنيجي، لا الحمد لله، يعني بفضل الدكتوره ابتهال والدكتوره نهال والمعالجين طبعا، لا اتحسن كتير عن الاول، ابتدى يتكلم، ابتدى ينتبه، ابتدى يبقى فيه تواصل بصري كويس، كل المهارات يعني الكلام، ان هو ينفذ طلب، عرف حاجات كتير، يعني ابتدى يقول جمله متكامله. اقول لكل ام واب ان المرض دي حاجه من عند ربنا، والمفروض ان احنا نسعى يعني نهتم باطفالنا، مفيش حد يعني يتحرج من الموضوع دون، ولازم كل ام تبقى راضيه وتهتم بطفلها وتبقى حباه وتسعى معاه ان هو يبقى طبيعي، وان هو يتعامل، وان هو يروح مدرسه، وان حتى لو ما وصلش يعني للمستوى زي اي طفل يعني سليم، بس هي برضو ما تسيبوش، يعني ما تسيبوش للعزله وللتوحد وللوحده وللتلفزيون وتسكت، لان حقيقي حقيقي هي لو اتحركت بيه لا هو هيبقى كويس جدا، وبيبقى طبيعي وبيتكلم وبيبقى الحمد لله طبيعي جدا،
بس يا ريت كل ام واب يعترفوا بالموضوع وما يتكسفوش يعني، وان اطفال الاوتيزم اجمل اطفال بجد حقيقي بالنسبه لابني وبالنسبه لكل الاطفال، هم هديه من عند ربنا الحمد لله يعني. احنا عندنا انواع كتير قوي للمرضى اللي بيترددوا على العياده، لان احنا عندنا بنتعامل مع سن صغير، فبتبقى اضطرابات مختلفه شويه عن الكبار، يعني زي طبعا اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه او اضطراب المسلك، كمان في بيبقى اضطراب طفل التوحد ساعات بيعدي علينا في عياده المراهقين، في ممكن كمان بقى الامراض الذهنيه اللي موجوده في الكبار، ممكن تبدأ من السن المراهقة فساعات بتعدي علينا طبعا، واضطرابات المزاج، وفي الإعاقات الذهنية طبعا، الناس اللي هي بتكون قدراتها الذهنية قليلة ساعات برضو الأهل بيحتاجوا ان هم يعدوا علينا عشان نعمل تقييم للحالة، ولو محتاجين أي مساعدة بنقدمها لهم. خطوات العلاج هي بتتم بخطوات تدريجية، وهي ان احنا نعمل تقييم وفحص كامل للطفل، بنسمع من الطفل طبعا لان هو بيبقى في سن المراهقه، فلازم نعرف انت شايف انت جاي ليه، وناخد وجهه نظره لان دي بتفرق جدا في خطه العلاج، وبعد كده بنرجع نتكلم تاني ونقول احنا شايفين ايه، لو شايفين في اعراض قويه لتشخيص واضح عندنا بنبدأ نتحرك، لو هو محتاج دواء دلوقتي بنبدأ علاج دوائي، لو في تشخيصات مش بتبقى محتاجة علاج دوائي بتبقى محتاجة جلسات كلمية أو متابعة أو تردد على العيادة باستمرار، مجرد متابعة بس، وفي تشخيصات تانية بنحتاج إن احنا أصلا نعمل اختبارات نفسية مع الأخصائي النفسي، يعني هو بيكمل شغلنا هو الأخصائي النفسي، وكمان الأخصائي الاجتماعي ان هو بياخد معلومات عن المريض واهله، لان ساعات بيكون كل المشكله مثلا ان هي حاجات خارجيه ماديه بتتحل بان في اخصائي اجتماعي بيحلها، ويكون دور الطبيب محدد. الاول حاجه بعد ما بتعرف عليهم بشوف السبب المشكله اللي هم جايين بيها ايه، بقعد مع الام او الاب اللي بيجوا مع الحاله والحاله، كل واحد على حده، بعرف المشكله اللي جايين بيها ايه، ايه المشاكل اللي بتقابلهم تاني، سواء كانت في مشاكل اسريه مثلا، علاقه الحاله باخواته وعلاقته بوالدته ووالده، علاقته بزمايله في المدرسه، مستواه الدراسي اخباره ايه، بيقل قل ولا هو تمام في المدرسه، ماشي، ليه هوايات ولا لا، بيمارس النشاط اليومي او الهوايات اللي بيقوم بيها ولا لا. بعد ما بعرف المشكله، بعد ما الدكتور بيقعد معاه وبيشخص الحاله، ببتدي اقعد مع الام او والحاله برده، بقعد معاها ودوري برده اكتر مع الاهل اكتر، كسايكو اديوكيشن او توعيه، بنعرفهم يعني اصلا ايه المراهقه، ايه التغيرات اللي بيمروا بيها، ايه سمات المراهقه، لان بيبقى في سمات معينه بيبقى احيانا بعض الاهالي رابطينها بالاضطراب، يعني مثلا زي ان الطفل ده عنيد، زي الطفل ده بيعلي صوته، لا، ممكن ده مش ناتج من اضطراب، ده ناتج من ان هو يعني الصوت العالي ده نتيجه غضب جواه فبيعبر عنه، فهم بنعلمهم ازاي يفهموا السلوك.